الإطار التنسيقي يراهن على الثبات في تشكيل حكومة خدمات، ويحث الأطراف الكردية على الإسراع باختيار مرشح الرئاسة. ثورة العشرين الخالدة بين الماضي والحاضر والمستقبل، العراقيون يؤكدون ضرورة استلهام التلاحم من الثورة لمواجهة الأخطار. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. أزاح الإطار التنسيقي وحلفاؤه اللثام عن خارطة طريق للمرحلة السياسية يطمح أن تمتد لأربع سنوات مقبلة، يكون قوامها الرئيسي هو حفظ التوازنات بين المكونات السياسية الممثلة للنسيج العراقي. كما عقد تحالف الثبات الوطني اجتماعاته التي شهدت عودة التوازن السني كما كان سابقا، حسب ما ورد في البيان الختامي للاجتماع الذي أشار إلى أن تحالف عزم عاد إلى وحدته من جديد. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، وفي كل مرة ونحن نستذكر ذكرى ثورة العشرين بوصفها ثورة عراقية خالصة لا تحمل أجندات فئوية بقدر ما أنها شكلت حالة عراقية متميزة، عندما تمر ذكراها نعيد قراءة الدروس التي يجب أن نتمعن في عبارها الكثيرة والتي ربما غابت عن أذهاننا أو حاول البعض تغييبها بطريقة أو بأخرى. إذن مشاهدينا، يؤكد عدد من المراقبين أن اجتماعات الإطار التنسيقي وحلفاؤه أعادت الأمور إلى نصابها الحقيقي من خلال مراعاة التوازنات بين المكونات العراقية وانعكاساتها على التمثيل البرلماني والحكومي في المرحلة المقبلة، فيما يرى البعض أن الحكومة المقررة يتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة يجب أن تتمتع بمواصفات خاصة وأن تعمل وفق برنامج حكومي حقيقي وليس مجرد وعود وإنشاءات. إذن فنتابع هذا التقرير من الزميل علي حبيب. نحو تشكيل حكومة خدمة وطنية أكثر انسيابية هي بوصلة الاتجاه لقوى الإطار الشيعي بعد الجولة التفاوضية التي لمس فيها الإطار مرونة كافية لتجاوز عقبة انسداد جثم على العملية السياسية 9 أشهر عجاف. فالمتغيرات الأخيرة التي أصبح فيها الإطار التكتل البرلماني الأكبر قربت المسافات لهذه القوى من تشكيل الحكومة، فبعد الأزمات حديث عن حكومة خدمات. البلد اليوم من سيء إلى أسوأ، فكلنا أمل ونرجو إن شاء الله من الحكومة المقبلة أن تشكل حكومة مستقبلية سريعة جدا لأجل اتخاذ قرار موقف سليم لأجل الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب. ما نشاهده من خدمات وتردي في الوضع الأمني وتردي في الوضع المعاشي وتردي في كل مفاصل الحياة. هذا الهدوء والتروي في المواقف ربما تبدأ أولى خطواته العملية مع قرب نهاية العطلة التشريعية للمجلس النيابي وبعودته لمزاولة أعماله. قد تشهد العملية السياسية حالة من الاستقرار أكثر في المواقف، وتتضح الصورة جلية لتنفض الغبار، خاصة وأن التيارين الكرديين يضعون اللمسات الأخيرة لمنصب الرئيس العاشر للبلاد. على صعيد الحكومة إقليم كردستان عليهم أن اليوم يحلوا الأزمة الداخلية وأن يختاروا شخصية رئيس الجمهورية وأن هذه الشخصية تحظى بتوافق الجميع، لأن اليوم اختيار لشخصية رئيس الجمهورية يجب أن تكون مقبولة من جميع الأطراف حتى يتمكنوا من تشكيل الحكومة واختيار الكتلة الأكبر واختيار رئيس الوزراء. فسلسلة الحوار داخل كتلة الثبات الوطني حررت الحوارات المكبلة بين أحزاب
حزب الشمال، وهذا الأمر سينسحب حتما نحو توافق في الفضاءات العامة للبلاد وصولا لتشكيل الحكومة المرتقبة. إذن كل المؤشرات والتوقعات تشي بأن حكومة خدمية سيطل هلالها بعد العيد تكون على قدر المسؤولية وتحمل الصعاب، وهذا ناتج حتمي عن استقراء الأحداث الآنية والمستقبلية. علي حبيب، الأيام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الملف الأول من الحصاد نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو عضو تحالف الفتح الدكتور عائد الهلالي. أهلا بك يا دكتور، ضيفنا الكريم. أهلا بشار، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. بداية، ربما توصف المرحلة القادمة بالأكثر تعقيدا بتاريخ العملية السياسية العراقية، لكن أين وصلت المباحثات ما بين الأطراف السياسية المختلفة؟ هل من انفراجة؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أستاذ بشار ولقناتكم الموقرة والمشاهدين الأكارم. بالتأكيد الإطار التنسيقي يسعى بكل جهد الآن يكون هنالك سقف زمني لانفراج العملية السياسية، وبالتالي فالاجتماعات والمباحثات التي تجري الآن سواء على مستوى الإطار التنسيقي كإطار أو مع الشركاء السياسيين هي على قدم وساق، وشاهدنا في الأيام الماضية خصوصا اليومين الماضيين هنالك تحرك كبير جدا، وأعتقد أنه الجميع بانتظار نهاية الفصل التشريعي أو نهاية العطلة التشريعية عفوا، واكتمال العقد في مجلس النواب العراقي، وأيضا اكتمال باقي النواب الذين لم يرددوا القسم الآن، وهي الأمور ماشية، وأعتقد أنه هنالك تجاوب كبير جدا من قبل سواء السيادة كتقدم وعزم وكذلك الأخوة في الديمقراطية الكردستانية، هنالك استجابة كبيرة جدا وهنالك يعني تفاهمات وصلت إلى مرحلة كبيرة. لكن على ما أعتقد أن الإطار التنسيقي الآن يسعى، هنالك تسريب حصل قبل أيام أنه لربما الأخوة الكرد يأتون بمرشحين اثنين إلى بغداد، لكن إطار التنسيقي حقيقة سوف لن يقبل بهذا الموضوع، وهو يدعم بشكل كبير جدا وحدة البيت الكردي ووحدة القرار الكردي، وأن يكون هنالك مرشح كردي واحد داخل العملية السياسية ويكون حضور بمرشح واحد. نعم. طيب، قوى الإطار التنسيقي أشارت إلى وجود خارطة طريق رسمتها بعدة لجان حاليا للعمل وفقها للمرحلة السياسية المقبلة، لكن كل الأطراف المشكلة الأطراف الشيعية في الإطار التنسيقي متفقة على هذه الخارطة؟ هل هناك إرادة مؤكدة على العمل وفق هذه الخارطة؟ حقيقة سأريد نتحدث عن الأخوة اللي موجودين مع الإطار الوطني، الإطار التنسيقي أو الثبات الوطني، فهم متفقين بلا شك، وحتى الأخوة الذين انضموا حديثا إلى الإطار التنسيقي أو الثبات الوطني بعد صوت عدد كبير من النواب البدلاء عن أخوتهم في الكتلة الصدرية أيضا هم متفقين. يبقى هنالك حالة من يعني عدم اكتمال الصورة بشكل دقيق جدا ما بين الشركاء الآخرين اللي هم السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن كما قلنا هنالك رغبة حقيقية ورغبة صادقة للخروج من المعضلة السياسية أو معضلة الانسداد السياسي والذهاب باتجاه الحكومة. فهنالك يعني تحتاج إلى بعض الوقت، يعني ليس بالوقت الطويل، لأن الآن الرغبة متوفرة سعد بشار، موجودة عند الجميع أنه نذهب إلى تشكيل حكومة. لكن عملية السقوف حتى السقوف العالية والمطالب العالية أعتقد الآن قد تجاوزتها الكتل السياسية، ظننا منها أنه عملية الإبقاء على هذه السقوف سوف يعقد المشهد السياسي ونحن لا نريد. طيب دكتور، يعني الرغبة موجودة بالتأكيد لدى أغلب القوى السياسية الموجودة حاليا لتشكيل الحكومة والمضي بالبلد إلى بر الأمان، لكن أكو معرقلات ربما ظهرت مؤخرا. المعطيات السياسية وفق هذه المعرقلات يعني تساعد على فعلا الإطار على تشكيل حكومة مع الشركاء ما فهمت ماذا تقصدون بالمعرقلات؟ ما هي المعرقلات؟ يعني حتى نفكك القضية بشكل دقيق، هل هي المعرقلات داخلية إقليمية دولية؟ داخلية. إذا كانت المعرقلات داخلية فأعتقد أن الأخوة اليوم في السيادة أو الديمقراطية الكردستانية ما ممكن أن ينساقوا ويأتوا مع الإطار التنسيقي بسرعة وبعجالة، يجب أن تكون هنالك حالة من المفاوضات وفترة زمنية، لأنهم لا يريدون بالتالي أن يخسروا جمهورهم،
وأنا أعتقد أن الأخوة الآن هم يعني أيضا لا يريدوا أن يفرطوا بمبادئهم ولا يريدوا أن يفرطوا بثوابتهم التي كانوا يعلنون عنها أيام ما كانوا في تعرف إنقاذ وطن. طيب هذه الأطراف السياسية عندها مصالح يجب أن تحصل عليها من أجل تمرير حكومة الحكومة المرتقبة. نعم. لكن التيار الصدري حاليا ماذا يوضع معرقلات أمام الإطار الشيعي؟ الأخوة في التيار الصدري خلاص أصبحوا خارج العملية السياسية ولا أعتقد أنه خارج العملية السياسية خارج وخارج البرلمان فقط. لا 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 هم الآن يعني إذا قلنا خارج العملية السياسية فهم اليوم خارج البرلمان وبكرة خارج حكومة تنفيذية لأن لا مناصب تنفيذية للأخوة في الكتلات الصدرية. اليوم إذا انقرت الحكومة وبدأت عملية تبديل المناصب من قبل الوزراء والوكلاء والمدراء العامين هاي تعرف انه احنا كل راح يعتبر هذا اقصاء لتيار سياسي. يعني هي المشكله احنا ما كنا نرغب ولا كنا نحبذ لكن هم الاخوه في التيار الصدري هم اللي ذهبوا بهذا الاتجاه. اما الامور الاخرى اللي لربما الاطار التنسيقي يضع في حسابات انه لا يريد اقصاء التيار الصدري بشكل كامل لربما انه يبقي على مجموعه او يبقي على عدد من المناصب ويعرضها على الأخوة في التيار الصدري إذا أرادوا إشغال هذه المناصب فهي من حصة التيار الصدري لأن الإطار التنسيقي قال بالحرف الواحد نحن نريد كتلة شيعية من البيت كبيرة جدا من البيت نعم. الشيعي وبالتالي في مفهوم الإقصاء وفلسفة الإقصاء لدى الإطار التنسيقي ما موجودة يعني حقيقة يعني للأمانة نتحدث وبالتالي هم يرغبون بشكل ويتمنون عودة الأخوة في الكتلة الصدرية الرغبة واضحة عند قوى الإطار الشيعي بإشراك التيار الصدري بالعملية السياسية وحتى نعم. بالحكومة القادمة نعم. كما أعلنت قياداتها من الصف الأول بأكثر من مناسبة نعم. لكن التيار الصدري ممكن أن يتجاوب يعني مع هذه الإرادة وهذه الرغبة الإطارية. احنا وفق ما تحدث بسماحة السيد الله يحفظه السيد مقتدى حول أنه عدم المشاركة لا في هذه الحكومة ولا في الحكومات القادمة أو في التجارب القادمة التجارب الانتخابية القادمة فهذا يدل على أنه لا توجد هنالك رغبة حقيقية. أما إذا كانت هنا هذه العملية هم من مناورة أو أن هنالك أمور تحصل من تحت الطاولة فكل شيء وارد بالعملية السياسية. نحن مقتنعين قناعة مطلقة يعني أنا أتحدث عن نفسي أنا اليوم مثل الشارع الشيعي العراقي مقتنعين قناعة مطلقة أنه الأخوة في الإطار في الكتلة الصدرية ثقل ورقم مؤثر في العملية السياسية. يعني عدم وجودهم العملية السياسية خطأ كبير جدا وخطأ فادح ترتكب القوى السياسية على أقل تقدير أنه ممكن أنه بعد أن تشكل حكومة الأخوة في الكتلة الصدرية يلعبون على الشارع العراقي وإثارة الشارع العراقي وبالتالي تعطيل عمل الحكومة إن لم يكن هنالك عملية تفليش. طيب خلينا نجي على الخطوات خطوة خطوة لحل حالة هذه الأزمة وأولى الخطوات يجب أن تكون اختيار رئيس الجمهورية. مصادر نعم. تأكد من شمال العراق توصل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى اتفاق شبه نهائي على نعم. قضية منصب رئيس الجمهورية يبدو نعم. أن هناك حل حالة لهذه النقطة. والله أنا اللي يعني أدربي بشكل يعني وأجزم أنه على علم ودراية بهذا الأمر معلومة. من أقليم كردستان أنه إلى الآن لا يوجد هنالك شيء اسمه التوافق على شخصية معينة من هذه الجهة أو من تلك. أكو احتمال يصير توافق بالأيام القادمة؟ هو الإطار التنسيقي يدفع بكل قوة بأن يكون هنالك توافق لأن الإطار التنسيقي لا يريد أن يوضع نفسه أن يضع نفسه في حرج كبير جدا عندما يأتي الأخوة في هذا الموضوع ما يعني الإطار التنسيقي هذا ما يعني. هذا ما بين الأطراف الكردية نعم. لكن الأطراف تريد تحل هذا الموضوع لو راح تجي بغداد بمرشحين. المشكلة في البيت الكردي اليوم اكو استحقاقين، يعني الاستحقاق الاول هو الاستحقاق الاتحادي والاستحقاق الثاني اللي هو الاستحقاق على مستوى الاقليم والانتخابات الاقليم. فاعتقد انه عمليه التجاوز، تجاوز هذه المشكله وهذه الخلافات والتمهيد الى وجود شراكه حقيقيه وشراكه شفافه بين داخل البيت الكردي امر مطلوب ومهم جدا لان العمليه السياسيه القادمه على مستوى الاقليم يعني قريبه جدا وبالتالي الانتخابات قادمه. فلربما أن الأخوة الآن ولديهم ثلاث مرشحين من المستقلين السيد لطيف والقاضي رزقال والشيخ خالد صديق عزيز يعني من الشخصيات المرموقة يعني وخالد صديق عزيز معروف بشكل كبير جدا داخل الإقليم يعني تقدر تسوون سيرش على هذه الشخصية شخصية رائعة جدا فممكن أن يكون اتفاق عليها خصوصا أنه بعد تغريدة سماحة السيد أعتقد أنه السيد برهم صالح أصبح خارج اللعبة وعندما يكون برهم خارج اللعبة فلطيف لن يقترب بشكل كبير جدا من الاتحاد قربه من الديمقراطي اكثر فبالتالي اليوم احنا لا يوجد لدينا الا هؤلاء الثلاثه المرشحين الثلاثه فاعتقد انه الموضوع لربما انه يحصر في
خالد صديق عزيز أو القاضي رزقار، وأعتقد أنه خالد أكثر مقبولية. طيب، تحالف السيادة، ما وضع التفاهمات ما بين الإطار وتحالف السيادة حاليا؟ وهناك متغيرات بجسم يعني تحالف السيادة بعودة بعض الخلافات، يعني حلوها عادت بعض العناصر إلى هذا التحالف. نعم. ممكن أن تكون بالأيام القادمة مفاوضات أو تفاهمات مع الإطار؟ الأخوة في السيادة حقيقة يعني خلافات موجودة داخل التحالف، يعني احنا شفنا قبل بعد الانتخابات وبعد ان افرزت عمليه انتخابيه مساحه الاخوه في السياده، كان هنالك عدد من الاخوه من عزم انشقوا وذهبوا باتجاه الاطار التنسيقي. اليوم الاطار التنسيقي وجه عمليه التفاوض مع، يعني حسب التسريبات اللي موجوده، وجه التفاوض مع الاخوه في السياده او مع الاخوه في تقدم من خلال عزم، على اعتبار انه يرتبط مع عزم بشراكه. يعني وحده المكونه السنيه سياسيا الى اي درجه تهم الاطار الشيعي؟ لا، الاطار السني او الاطار الشيعي اللي يحب البعض يسميه مهم لديه ان تكون البيوتات الثلاثه بيوتات امنه ومستقره، لان بالتالي استقرار هذه البيوتات سوف يؤثر ايجابا على الحكومه وعمر الحكومه والبرامج الحكوميه. اما حاله الانشقاق والتشرذم والتشظي، لربما انه يكون هنالك ازعاج لهذه الحكومه، ونحن في ظرف حرج جدا، لا نريد اي منغصات ولا نريد اي ازعاج ممكن ان يعكر صف الحكومه وصف الشركاء السياسيين اللي راح يذهبون باتجاه حكومه سميت حكومه الخدمه الوطنيه. نتمنى يعني ان يكون هنالك فهم بشكل دقيق جدا لحكومه الخدمه الوطنيه، لان حكومه الخدمه الوطنيه لن تقتصر على البيت الشيعي او البيت السني او البيت الكردي، سوف يكون جميع ابناء العراقي الشعب العراقي مستهدفين بحكومه الخدمه الوطنيه، والناس يعني تتوق الى ان يكون هنالك استعجال من قبل الشركاء السياسيين للسير بالخطوات الجديه لتشكيل الحكومه، والشارع يرتقب. طيب، يبدو ان الاطار واثق من نفسه انه سيتمكن من تشكيل حكومه وتجاوز هذا الموضوع الى الحديث عن شكل الحكومه وبرنامج الحكومه وشخصيه رئيس الوزراء. البرنامج اللي وضعته حاليا قوى الاطار تؤكد انها ستكون حكومه خدمات. طيب، راح تقدر تنفذ هذه الخدمات وفق المعطيات السياسيه المتوفره حاليا؟ و كما نعود إلى المعرقلات اللي ذكرناها بداية الحديث، اليوم احنا بالنسبة إلى حكومة الإطار التنسيقي إذا سارت على ذات النهج اللي كانت تسير عليه حكومات ما كانت تسمى تحت مسميات البيت الشيعي، يعني بذات الآلية اللي كانت يعني الشركاء السياسيين يعلنون جهارا نهارا أنه يقصون من قبل حكومة المكون الشيعي فيصبح معارضين، اليوم نحتاج إلى أن يكون هنالك شفافية في العلاقة ما بين الإطار التنسيقي والديمقراطي والسيادة حتى يكونوا شركاء حقيقيين، وبالتالي نسقط ورقة الديمقراطي كانوا متشبثين بفكرة حكومة الأغلبية. نعم. حاليا راح يتوافقون على حكومة توافقية مع الإطار والقوى السياسية الأخرى والمستقلين. نعم، هسه احنا اليوم خرجنا من هذا الموضوع حتى نخرج من الحرج، يعني حكومة الشراكة والتوافق والتوازن. يعني حكومة تضم كل أطياف الشعب العراقي، وهنالك جهات عديدة من داخل الإطار ومن خارج الإطار قالت بالحرف الواحد أننا سوف نذهب إلى المعارضة، من ضمنها قوى الدولة ومن ضمنها المستقلين والعديد من الكتل السياسية قالت. إذن هنالك حكومة معارضة وحكومة موالاة. طيب، المستقلين خصوصا يعني حسموا أمرهم بالذهاب إلى المعارضة قبل ما يشوفون الحكومة وبرنامجها وشكلها؟ لا، المستقلين جزء لربما حسموا أمرهم وقالوا أننا ذاهبين إلى المعارضة، حتى في زمن النقاشات التي كانت حاصلة ما بين إنقاذ وطن والإطار التنسيقي هم قالوا بالحرف الواحد أننا سوف نذهب للمعارضة، لكن هنالك أعداد كبيرة جدا من المستقلين لا أعتقد أنهم سوف يذهبون إلى المعارضة، سوف يذهبون إلى الحكومة. قبل فترة كان يعني هناك رغبة وإرادة لدى التحالف أو الإطار التنسيقي الشيعي بترك منصب رئيس الحكومة إلى المستقلين. هذا موجود بعد هذا الموضوع، لو تغير هذه الإرادة مع التغيرات السياسية؟ بالتأكيد هذه كانت رغبة الإطار التنسيقي بأن تكون الحكومة بمجملها من المستقلين، وبالتالي أنه نرفع الحرج عن الأخوة في الكتلة الصدرية ونرفع الحرج عن الأخوة في الإطار التنسيقي وتذهب حكومة المستقلين ونلبي رغبة الأخوة المستقلين، لكن هذا الموضوع ما حصل. لربما الآن يكون التوافق بعد ما أعلننا أن حكومة توافق وشراكة وتوازن، فأعتقد أنه الأخوة المستقلين سوف يكونون جزء وليس كل. أكو مفاوضات ما بين الإطار حاليا والأطراف المستقلة؟ الإطار التنسيقي يجري مفاوضات
حسب فهمي وحسب معلوماتي انه يجري المفاوضات مع كل الشركاء السياسيين حاليا بما فيهم الاخوه المستقلين. طيب هناك نقطة تثار بالآونة الأخيرة، قضية اختلال التمثيل، تمثيل الشعب باعتبار انسحبوا الصدريين النواب البدلاء جاءوا من كتل أخرى. فعلا هناك خلل بالتمثيل، البدلاء يعني قدروا يسدون مكان اللي استقالوا، واللي استقالوا من المكون الشيعي واللي جاءوا مكانهم من المكون الشيعي أيضا. خلل بالتمثيل ولا مقابل يعني احدى الفضائيات يمكن يوم امس او قبل امس تسمي النواب البدلاء بالفاشلين. نعم. قصدها انه فشلوا بالانتخابات. نعم. وارتقوا بعدين صاروا نواب. نعم حقيقه انا كنت ضيف في هذه القناه وقمت بالرد على هذا الموضوع، هذا الكلام معيب وهذه كلمه جارحه بحق نواب الشعب العراقي. الاخوه في الكتله الصدريه ارتأوا ان يكون خارج العمليه السياسيه، هسه بغض النظر انه هم ارتأوا أو حصل أمر طبيعي جدا أن يكون هناك مثلا حالة لا سامح الله وفاة أو حالة استقالة أو أي حالة من الحالات، فبالتأكيد أن هناك نواب بعدهم النواب الاحتياط يصعدون إلى هذا الموضوع. أما هذه الكلمة قاسية جدا يعني ما كان مفروض أن يتحدثون بها الأخوة في الشرقية على أي حال. أما بالنسبة لتمثيل الأخوة في الكتلة الصدرية فأعتقد أنه المساحة اللي خرج منها نواب الكتلة الصدرية والتي عوضت أو استبدلت بنواب آخرين أيضا من الكتلة أو من المكون الشيعي، فبالتالي كل الإيجابيات سوف تكون إلى الشارع الشيعي وكل السلبيات سوف تكون على بضد تطلعات الشارع الشيعي. فالأمر الآن الكرة في ملعب من صعدوا إلى مجلس النواب، عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم ويكونوا ممثلين حقيقيين للمكون الشيعي برمته، لا للإطار التنسيقي ولا للكتلة الصدرية، بل يكونوا ممثلين بشكل مطلق للشعب العراقي، لأن الشعب العراقي يتوق إلى أن أو يتوسم في هذه الثلة أن يكون هنالك تغيير حقيقي على مستوى التشريع وعلى مستوى التنفيذ. طيب بالنسبة لقضية اختيار رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة، شنو المواصفات اللي تم الاتفاق عليها ما بين الإطار والقوى السياسية الأخرى؟ المرحلة معقدة أستاذ بشار وصعبة جدا، نحتاج إلى شخصية قوية تمتلك مشروع قادرة على أن تمضي بهذا المشروع وتحقق جزء على أقل تقدير جزء مهم من تطلعات الشارع. لا طالما أنه قلنا أن الحكومة حكومة خدمة وطنية فنحتاج إلى أن نقدم كم كبير جدا من الخدمات التي عجز الشارع العراقي خلال فترة 19 سنة من التطلع إلى لكي ينال هذه الاستحقاقات أو هذه الأمان اللي كان يتمناها. اليوم رئيس الوزراء مطالب بأن يكون شخصية قوية قادرة على أن ينفذ هذا البرنامج وأن يكون بمستوى تطلعات وطموحات الشارع العراقي. طيب أكو إرادة أو رغبة من بعض القوى حتى من قسم من القوى المشكلة الإطار الشيعي باختيار رئيس وزراء مستقل، ممكن بالمرحلة القادمة أنه يكون فعلا رئيس وزراء مستقل وينجح بهذه الحكومة وتنفيذ برنامجها الخدمي؟ هي المشكلة ما تكمن يعني في شخص رئيس الوزراء إذا كان مستقل أو غير مستقل، الكابينة الوزارية هل هي بذات الاتجاه سائر بذات النسق مع رئيس الوزراء هي مستقلة بعيد عن تأثيرات الأحزاب والكتل السياسية؟ ما المشكلة هي؟ اليوم احنا عندما نتحدث عن حكومة مستقلة يجب أن تكون مستقلة بالمطلق، يعني رئيس وزراء وكابينته الوزاريه حتى يكون قادر على ان يتجاوز ويتخذ قراراته بدون تاثير وبدون ضغط الكتل السياسيه، هذا اللي احنا كنا نتمنى او نتمنى واعتقد انه يعني في المستقبل القريب لربما انه يحصل، لكن نحتاج الى فتره زمنيه. طيب يعني من ضمن المواصفات اللي يفترض بحسب بعض الاراء انه يجب ان يكون رئيس وزراء مستقل. نعم. او الافضل ان يكون مستقل. نعم. عنده تاريخ من النضال. يحظى بمقبولية. نعم. قادر على تحقيق انسجام بين الساحتين إقليمية. نعم. والدولية كذلك، هذا أنه يجب أن يكون قوي وأمين وذا رؤية وقرار. نعم. ممكن أن تحقق هذه المواصفات برئيس وزراء للمرحلة الحالية وينجح؟ هذه ممكن إذا ذهبنا إلى المريخ، يعني إذا تقول لي لديه تاريخ نضالي فبالتأكيد كان يعمل مع جهة سياسية معينة. نعم.
ولديه خبره ولديه كذا كذا. فالمرحله السياسيه اللي مرت اليوم من عمر الحكومه تقريبا اليوم راح نتجاوز او نقترب من 20 سنه. طيب. فهي العمليه كلها عمليه توافق. اما اليوم لكن ممكن ان يكون كان منضم الى جهه سياسيه. نعم اليوم واستقال صار مستقل يعني بعدها. اليوم انا اسلخ الاستاذ بشار من قناه الايام واجعل بشاره ويقول انني اتحدث يعني هذا موضوع صعب جدا. على من يتعكز المستقل؟ على من يتعكز؟ يحتاج إلى أن يمرر قرارات. يعني المشكلة مجلس النواب العراقي اليوم واضح العملية التقسيمات اللي موجودة به، والحكومة قالت بالحرف الواحد شركاء سياسيين قالوا أنه هذه الحكومة حكومة توافق وشراكة توازن، فبالتالي قرارات المستقل سوف لن تكون مؤثرة إذا لم تدعم وتعزز وتعضد من قبل الشركاء. يبدو أن هناك ملامح يعني. نعم. بحسب حديثك يبدو أن هناك ملامح وعندك معلومات عن شخصيات محددة مطروحة حاليا. والله هي الشخصيات اللي مطروحة يعني ما أعتقد أنه هي قادرة، لكن المهمة صعبة. من هي الشخصيات يعني المطروحة؟ كثيرة. كل الشخصيات اللي طرحت بالفترة الماضية يعني كثير من الأسماء. إحنا ما نريد أن نسمي الأمور بمسميات يعني معينة ونحصر الموضوع بهذا. أنا دائما أقول أنه لربما هنالك شخصية سوف تأتي من بعيد، مثل ما جاء السيد جعفر محمد بن باقر الصدر لكي يكون رئيس الحكومة. هذه النقطة أريد أوصل لها وأتوقف. نعم. عندها تسعى قوى الإطار حاليا أو القوى السياسية بشكل عام. نعم. لاختيار شخصية مرضية لسيد مقتدى الصدر؟ لا ليس فقط لسيد مقتدى الصدر، جل الاحترام لسماحة السيد، لكن مرضية للشارع العراقي. يجب أن يحترم الشارع العراقي أيضا. نعم. بهذه الشخصية اللي ممكن أن نرشحها أن تحظى بمقبولية وتوافق من قبل الأطراف السياسيين والشارع العراقي وسماحة السيد وكل الأخوة المشاركين في العملية السياسية أو خارج العملية السياسية. يجب أن تكون هنالك شخصية تملأ المكان. اليوم لدينا تحديات ضخمة جدا، هناك متغيرات وهناك معطيات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي على الشخصية التي يجب أن تتصدى أو التي تتصدى إلى أن تكون في سدة رئاسة الوزراء، أن تكون شخصية قوية قادرة على أن تستقل ولو بشكل أو بآخر بقراراتها عن تأثيرات الكتل السياسية. سؤال أخير، كم من الوقت ممكن أن تستمر الحكومة المتوقعة؟ والله التسريبات يقولون إن شاء الله بعد العيد والفرج قريب إن شاء الله، وإن شاء الله العيد عيد. إذا تم تشكيلها قد راح تستمر بعملها؟ ها العفو، الحكومة على أدائها. إذا كانت هذه الحكومة قادر على أن تعطي وأن تتناغم وأن تلبي احتياجات الشارع العراقي. حكومة عادل عبد المهدي أيضا كان أدائها نسبيا جيد. نعم، لكن هنالك رغبة دولية بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي، وبالتالي سقطت حكومة عادل عبد المهدي لأنها تقاطعت مع المصالح الدولية واعتبرت أنها غير متوازنة وانحازت لجهة معينة دون الجهات الأخرى. أنت تعرف سيدي الكريم أنه العراق اليوم ميدان ومجال حيوي للقوى الإقليمية والدولية، فجميع القوى الإقليمية والدولية تتوقع أن لديها حصة أو شراكة فيما يخص العراق أو خيرات العراق وكنوز العراق ومكانة العراق على المستوى الجيوسياسي. وبالتالي العراق يفترض أن يكون أو شخصية رئيس الوزراء يفترض أن تكون قادرة على إقناع الشركاء الإقليميين والدوليين. بنعم أو لا الكاظمي اسمه مطروح؟ كان الآن لا، انتهى الموضوع. عضو تحالف الفتح الدكتور عادل هلالي، شكرا لك، كنت ضيفا كريما. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا سيد بشار. إذن مشاهدينا ننتقل إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. ثورة 20 الخالدة بين الماضي والحاضر والمستقبل. العراقيون يؤكدون ضرورة استلهام التلاحم من الثورة لمواجهة الأخطار. في مثل هذه الأيام من عام 1920 انطلقت الثورة العراقية ضد الاحتلال لتشكل في نهايتها انعطافة كبيرة قادت في أبرز نتائجها إلى تأسيس الدولة العراقية وما تبع ذلك من تأسيس للجيش العراقي وبقية المؤسسات للدولة التي ما زال الكثير من العراقيين
يفخرون بما كانوا موجودا في تلك الحقبة المهمة من تاريخ العراق. نهى الشمري والمزيد. في 30 من حزيران لعام 20 بعد 1900 انتفضت روح الاستقلال في نفوس العراقيين لمقاومة الاحتلال البريطاني آنذاك، فتمثلت شرارة الغضب الثوري بسلاح بسيط قتل به العديد من قوات الاحتلال. هي ثورة عراقية الدم وتاريخ مشرف. يتناقل أبناء شهود عيان أنها لا تخضع لحزب أو جهة أو قبيلة، ولم تأتي بتوجيه معين، فوضعت حجر الأساس لسيادة البلد. ورغم العديد من الثورات المشرفة حدثت قبلها وبعدها، إلا أن ثورة 20 منعطف تاريخي مهم أحدث تغييرا كبيرا في تلك الحقبة، فما زال صداها يرن بمسامع الشعب لاستلهام الدروس والعبر. فأرواح العراقيين تكتظ بالثورات والجهاد حتى توهجت مجددا يوم الفتوى المباركة بروح مفعمة بالرفض لدخول الإرهاب من تنظيمات داعش. أما اليوم فكأن سيناريو الغزو البغيض يعود مجددا، لكن هذه المرة يختلف عن سابقه، فغزو الفساد السياسي أشد خطرا وأفتك من غزو آخر، إذ يواجه الشعب صراع التهافت على السلطة من قبل بعض القوى السياسية منذ عقود مرت في غفلة عن مرار العيش لأبناء هذا البلد. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل ثورة 20 وهذه الذكرى نرحب سوية بضيفنا الكريم المتحدث باسم أحفاد ثورة 20 الشيخ محمد الجابري. أهلا بك سيد محمد. شكرا. نبارك لكم هذه الذكرى العظيمة في تاريخ العراق. ولماذا تحيا هذه الذكرى في كل عام وثورة 20 كما يؤكدون البعض أنها لم تنجح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكري وتقديري إلى قناة الأيام الفضائية والتي تستذكر حقيقة ثورة 20 معنا. هذا المنجز التاريخي، إجابة على سؤالك الكريم، هذا المنجز التاريخي الذي نعتز به أي اعتزاز، لأنه نعتقد أننا بأن ثورة 20 هي الثورة التحررية الوحيدة التي حقيقة حصلت من أجل تحرير البلاد. خرج أجدادنا بصدور مكشوفة أمام أكبر ترسانة أسلحة في ذلك الزمن، ولكن هذه الصدور المكشوفة بأسلحتها البسيطة يعتمرها الإيمان بعدالة ومشروعية القضية، وحققوا ما لم يحققه حقيقة بعض من شعوب العالم الذين تعرضوا إلى نفس الظلم، لا بل إن هؤلاء الناس أصبحوا نموذجا يقتدى به في كثير من بلدان العالم. فثورة 20 ثورة تحررية وحدوية وطنية شارك بها جميع أبناء الشعب العراقي، كل حسب ظروفه وكل منطقة حسب ظروفها. وأنا أرى التحدث عن ثورة 20 في هذا العام فيها من الاختلاف الشيء الكثير عن الأعوام السابقة، وقد تشرفت بالاستضافة في هذه القناة لأكثر من مرة للحديث عن ثورة 20 وأكثر القنوات الإعلامية. فالآن ننظر إلى ثورة 20 بحقيقة بمنظار جديد، برؤية جديدة. نحن إجابة على سؤالك، وسأتوقف للإجابة عن السؤال عند أنها منجز تاريخ نعتز به. ما الذي تحقق؟ نرى في ثورة 20 من خلال التحليلات، وذكرت لك قبل قليل بأننا في هذا العام لدينا رؤية جديدة تولدت من خلال المناقشات عن ثورة 20. ماذا حققت ثورة 20؟ ثورة 20 نعتقد بأن كتب عن ثورة 20 كثير، ولكن أنا باعتقاد المتواضع أن ثورة 20 ظلمت من العراقيين أنفسهم، لم تعطى حقها حقيقة، من حيث من هم من وصفها بثورة عفوية، ولكن عندما تتسلسل الأحداث وتصل لم تكن عفوية، كانت ثورة حقيقة مخطط لها، وهناك تحفيز. ولا بد لي أولا من أن أشكر باعتزاز وامتنان مرجعيتنا الرشيدة الحكيمة التي لها الدور الكبير في تحفيز الناس، في توجيه الناس، في شحذهم من الناس. وما أشبه اليوم بالبارحة، وكلنا يعلم ماذا قدمت المرجعية في ثورة 20 وكيف تهافت الناس من أجل تحقيق ما ترغب به المرجعية وهو تحرير البلاد والعباد من الظلم من الهيمنة. ونتذكر ونقف بإجلال وكبار للفتوى المباركة التي أصدرها السيد السيستاني عندما ظلم العراق، عندما دنست أقدام داعش بعض مناطق العراق، وكيف تهافت الناس وجاءت الجموع التي لم يحسب لها حساب في كل بلدان العالم.
لا حد يعني يجتهد ويقول أن هناك حسابات عندما احتلت الموصل واحتلت صلاح الدين واحتلت أن هناك حسابات من أي دولة من العالم بأنها أبناء العراق سينهضون نهضة رجل واحد، آلاف بل مئات الآلاف من المسلحين الباذلين من المتعلمين الباذلين المضحين في سبيل البلد، كل هذا بفضل توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة. ما الذي تحقق؟ أجهز أكبر مشروع تقسيمي للعراق في ذلك الوقت، مشروع ولسن، اقتطاع البصرة، اقتطاع الموصل، كل هذه الأمور أفشلتها ثورة العشرين. هذا جانب. الجانب الآخر، أثبت أبناء العراق للعدو قبل غيره بأنهم يرفضون الهيمنة. أجزم لك وممكن أختزل هذه الأمور بثلاث نقاط. أولا رفض الهيمنة، أثبت أبناء العراق بأنهم يرفضون الهيمنة بحال من الأحوال وبغض النظر عن الفوارق الموجودة من الناحية اللوجستية، من ناحية التسليح، من ناحية حقيقة الأمور الأخرى. ثانيا رفض الظلم، رفض الهيمنة، رفض الظلم ورفض تبعات هذا الظلم. الاستعمار البريطاني عندما أجهز على الثورة أو عندما أوقف إمداد الثورة فرض الضرائب وفرض يعني لا. أبناء العراق أثبتوا بأن هذا الاستعمار فيما لو لم نقف بوجهه ولم نعطي التضحيات تكون حقيقة تعاملاته كذا وكذا وكذا. ثورة العشرين صنعت دولة، أنا باعتقاد ثورة العشرين قدمت مشروع دولة، أجبرت الاحتلال البريطاني على أوقفت الاحتلال ومنعت الاحتلال من تحقيق أهدافه عندما أجهزت على المشروع الأول والذي يتبعه مشاريع أخرى، وقدم أبناء العراق رجالا ونساء صورا لن تتكرر، حقيقة لن تتكرر. ممكن أن نتوقف عند بعضها لا سيما من النساء من الرجال، مواقف صور أبهرت الاستعمار. نرجع خصوصا على موقف وصور النساء، ويمكن قرأت كتاب شاعرة ثورة العشرين، كانت في هذا الكتيب يعني صور عظيمة لبطولة النساء والعراقيين بشكل عام. لكن نرجع للأسباب، يعني الأسباب يمكن كانت كثيرة اللي ذكرتها ساعدت على بلورة الرغبة للثورة على الاحتلال البريطاني، لكن دور المرجعية خصوصا إلى أي درجة ساهم ببلورة الثورة ضد الاحتلال البريطاني؟ المرجعية الدينية المباركة وإلى الآن تعمل بخطوط متوازية باتزان حقيقة يبهر العقول، ولكن نرى أن بعض العقول أو بعض التفكير عند البعض، التفكير أقول القصير، ينتقد المرجعية. لماذا لم الآن في وقتنا الحاضر من يقول من لماذا لا تخرج المرجعية وتكفر فلان، لماذا لم تخرج المرجعية وتنتقد فلان؟ لا، المرجعية لديها رؤيتها حقيقة ولديها عملها البعيد المدى والقصير المدى، وحقيقة تعمل بخطوط متوازية قبل قليل ذكرت، وهذه الخطوط حقيقة كلها تصب في مصلحة البلاد وفي إرضاء الله سبحانه وتعالى. في ذلك الوقت كانت بالمناسبة من ذلك الوقت وإلى الآن وإلى أن إن شاء الله المرجعية عندما توجه خطاباتها توجهها إلى المؤسسة العشائرية قبل غيرها. لماذا؟ لأن المؤسسة العشائرية تشمل أبناء العراق كلهم من انحدار العشائري، أي إلى أبناء الشعب العراقي عامة، ولكن تعول على سادات وشيوخ المجتمع. فذلك الوقت كانت المرجعية الدينية توجه خطاباتها إلى أبناء الشعب، وتعتبر هي المحفز الأول، بل هي الملهم الأول، بل هي القائد الأول، كانت ولا تزال وستبقى إن شاء الله. لكن في تلك الفترة يعني المرجعية مرجعية شيعية، كانت هناك أيضا عشائر سنية شاركت بهذه الثورة، كانت والآن الفئات العراقية الأخرى سنية أو غير سنية تستجيب إلى المرجعية، والمرجعية الشيعية في النجف، المرجعية الدينية في النجف، لا أقول الشيعية، المرجعية الدينية في النجف الأشرت، كانت ولا تزال وستبقى، وأثبتت بالملموس من ذلك الزمن وإلى أن شاء الله إنها مرجعية كل أبناء الشعب. طيب أنت سيد محمد تركز إلى الآن إلى الآن، لكن يعني كيف إلى الآن وما مدى ارتباط ما بين ثورة العشرين وفتوى الجهاد الكفائي؟ أستاذي الفاضل، أنا لدي علاقات شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، ويشهد لي في هذا أبناء الشعب العراقي أنفسهم من ساداتي ومشايخ. أنا معايش الناس، واليوم المعايشة الميدانية هي خير دليل على ما أقول. المرجعية الدينية في النجف الأشرف محترمة من جميع أبناء الشعب العراقي. أنا ما أخوض بالأكو هناك شواذ أو هناك مصالح وما إلى ذلك، عندما أقول كانت ولا والآن ولا زالت، نعم هو هذا الذي أقصده. عندما صدرت فتوى الجهاد الكفائي
أنا من الناس مشابه يعني يؤكدون من قيادات الحشد رجال دين سنة وشيعة وغيرهم أن هناك شبه كثير ما بين ثورة العشرين وثورة العراقيين والمجاهدين ضد عصابة داعش الإرهابية. ليس شبه بقدر ما هو تطابق. تطابق الشبه فيه شيء من الشك، ولكن التطابق الموجود بالفتوى المباركة في ثورة العشرين والفتوى المباركة بجهاد الكفائي حقيقة الجميع هو من أجل تخليص البلاد، من أجل رفع الظلم عن هذا البلد، من أجل حفظ كرامة وسيادة البلد. نعم. ضحايا وشهداء ذهبوا بأعداد كثيرة من العراقيين أبناء العشائر وغيرهم بالثورة، شنو تشعرون أو شنو تمثل لكم هذه الذكرى وأنتم من فقدتم الآباء والأجداد فيها؟ حقيقة استذكار الشهداء بإجلال وإكبار وألم، الإجلال والإكبار هو بالفخر والاعتزاز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا في جنات النعيم وهم كذا هكذا إن شاء الله، هكذا وعد الله سبحانه وتعالى الشهداء. أما الألم هو نتيجة حقيقة الظلم أو نتيجة عدم إنصاف هؤلاء الناس. نحن نناشد وننادي حقيقة منذ سقوط النظام وإلى الآن وسنبقى أن يكون لثورة العشرين ولثوار العشرين شأن. تسأل الطالب في الخامس إعدادي عن الثورة الفرنسية يستطيع أن يشرح لك شيء عن الثورة الفرنسية، لا. لكن عندما تسأله عن ثورة العشرين يمكن ما يقدر يعدد لك اثنين. ربما بسبب محاولات تدنيس التاريخ وتحريف التاريخ وخصوصا حول ثورة العشرين وأبطالها وقياداتها وتضحياتها ومحاولة سرقة الثورة. نعم أستاذي الفاضل، أنا أؤكد دائما باللقاءات الإعلامية أن هذا البلد مستهدف بتاريخه وتراثه وإنسانه وخيراته. كلنا شاهدنا بأم وعيوننا كيف انهالت معاول داعش الإجرامية على رموز حضارتنا بالموصل عند احتلال الموصل. ما هذا؟ حطموا. إذن تاريخ العراق مستهدف سرقة الثورة، انحراف الثورة، النيل من الثورة، عدم إنصاف. طبعا كل هذا من التخطيطات. الآن لحد الآن بريطانيا تعمل. أنا في إحدى اللقاءات المباشرة كان في إحدى المحاضرات كان السفير البريطاني موجود، حاولت أن أجر الحديث إلى أن أشعر السفير البريطاني أننا من أبناء العشائر نشعر بفخر واعتزاز أن لنا ثورة اسمها ثورة العشرين. واجهت بعض الصعوبة من أجل أن يصل في هذه الفكرة. هذا خل نقولها بصراحة، نحن ثورة العشرين نعم من الثورات المقصودة أن لا يظهر إليها، لا يظهر لها حقيقة تاريخ أو لا يظهر لها، وإلا ماذا يعني أننا نطالب منذ عام 2004 و 2003 وإلى الآن أن يكون يوم تاريخي للعراق من ثورة العشرين؟ نعم. يعني كأن يكون هذا اليوم يصير باحتفال رسمي مثلا، ماكو توجيه رسمي في هذا طيب. الجانب. نعم. لو نطالب ونطالب احنا بحقيقة ومن خلال قناتكم نعم. أن تسمى بعض الصحات بعض الصروح العلمية بأسماء الثوار كما يفعل العالم، نختخ بهؤلاء الناس الشهداء كما وصفتهم جنابك الكريم. بعض الساحات بعض الصروح العلمية إدخال بالمناهج الدراسية شيء عن ثورة العشرين. طيب لو نعم. انشعلان يدرين باقة الثورة. نعم. والله هذه الحادثة كبيرة شقت شفان. هذا دور طلع من قبره. نعم. هذا دور الشاعر في ثورة العشرين. ثورة العشرين شاركوا بها رجال الدين وكان لهم الدور الكبير، وشارك بها المثقف، وشارك بها الشاعر والأديب، وشارك بها الإنسان البسيط. دول الناس البسطاء حقيقة. أسأل أسألك واحد بأي طال قل له نجم البقال، ما يعرف شنو نجم. نجم البقال قاد بداية الثورة، مهد للثورة. نجم البقال سوى معركة في النجف واغتال المارشال القائد الإنجليزي هناك وسجن وأعدم هذا الرجل وحصرت النجف لسنين. هكذا نريد إبراز يعني إبراز دور الثورة، ماذا قدمت، ماذا قدم الحبوبي رضوان الله عليه، ماذا رحمة الله عليه، وماذا قدم آخر، وماذا قدم غثيث الحرشان، وكيف وصلت القوات إلى هناك، وما هي الرايات التي سمعت. كل هذه نريدها تدرس حقيقة، تقدم بدراسة يعني فصل من التاريخ يخصص إلى ثورة العشرين. نطالب جهاتنا الإعلامية هذه الثورة هسه. أتمنى أن تكون القناة الإعلامية تحضر كما هي قناة الأيام أسبوع ثورة العشرين. ألا تستحق ثورة العشرين أن يكون لها أسبوع؟ أيام ثورة العشرين، يوميات ثورة العشرين، هكذا طيب برامج. يمكن سيد محمد أنت تشكل على بعض الجهات والأطراف ومنظمات ووسائل إعلامية أنها لم تهتم بشكل كبير بهذه الذكرى وهذه الثورة، لكن ماذا تقول عن جهات أو حتى شخصيات بالتواصل الاجتماعي وغير وسائل الإعلام
تهمش الثورة، تصفها بأنها مجرد خلاف ما بين رؤساء وزعماء قبائل وعشائر مع البريطانيين حول قضايا أموال. والله أستاذي الفاضل أنا أعاني من هذا الأمر حقيقة. أنا في إحدى القنوات التلفزيونية كانت بث مباشر، وكان بعض من الأخوة من المتصلين حقيقة يطرحون أفكارهم. أحد المتصلين جرني الموضوع يعني طائفي بحت صراحة. هذا موجود أنا يعني هؤلاء الناس لا أريد أن أضع عليهم فيتو فيما يتحدثون في هذا الأمر حقيقة. هذه استثناءات، هي ليس 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 شيء كلام بالمطلق، هذه استثناءات هم من يقول، هذه آراء، هذا من يقول أكو اختلافات، هذا من يقول أمور مالية. لكن الثورة قدمت مشروع وطن، صنعت دولة، أجهزت على مشاريع تقسيمية للوطن، قدمت الشهداء تلو الشهداء حقيقة، أثبتت لنا أن العراقي بحد ذاته يرفض الهيمنة، يرفض حقيقة الظلم وما إلى ذلك. طيب، مقابل هذه الأهمية الكبيرة لهذه الثورة التي توصف بالعظيمة بتاريخ العراق السياسي والحراك الشعبي، لماذا بعض الأطراف في تلك الفترة لم تناصر هذه الثورة أو وقفت ضدها مع المحتل؟ في كل زمان ومكان مرد نذكر منه، لكن كموقف أكيد لا أنا وياك متفقين على هذا الجانب إن شاء الله. في كل زمان ومكان هناك استثناءات، بل هناك عدو يخطط. البريطاني معروف بتخطيطه المستقبلي والاستعمار، ليس فقط الاستعمار البريطاني، كل الاستعمار الغربي يخطط إلى هناك خطط 50 و20 وخطط حتى 50، وهذا ما يحصل عندنا بالوقت الحاضر الآن ونراه الآن. فكان أكو تخطيط وفعلا نجحوا إلى حد بعيد، وهذا معروف ومشخص حقيقة عندنا إحنا كتجمع حفاظ ثورة 20، حتى لدينا تشخيص بالأسماء بالأسماء بالدقة، ولكن لا نذكرها بالوقت الحاضر. نعم، كانت هناك البعض من البريطانيين الذين يعملون حقيقة في التجسس، قد اخترقوا بعض من العشائر، اخترقوا بعض من الأشخاص من المهمين بصراحة، واستطاعوا أن يحدوا. ما يفرح في هذا الأمر أنهم لم يستطيعوا أن يثني عراق 100%، ولكنهم أثروا. هكذا إحنا عندنا يعني بالتحليلات بالأدبيات بالمناقشات نناقش شخصية فلان وموقف حقيقة، لم نصل إلى قناعة أن هذا الشخص أثني عن بلده 100%، وهذا ما يثلج الصدر حقيقة، أن أبناء العراق حقيقة تبقى وطنيتهم متجذرة في عمق التاريخ العراقي. طيب، قبل الختام دعنا نطلع على نتائج الاستبيان اللي أجرتها قناة الأيام، وهل تعتقد أن البعض حاول سرقة منجزات ثورة 20 الخالدة وتغيير بوصلة انطلاقة الثورة؟ كانت الإجابات 90% نعم، و2% كلا، و8% متحفظ. وشكرا جزيلا لكم المتحدث باسم أحفاد ثورة 20 السيد محمد الجابري، كنت ضيفا كريما علينا، وكل عام وانت بخير إن شاء الله. أكرر شكري باسم تجمع أحفاد 20 لقناة الأيام الفضائية على اهتمامها بثورة 20 ومنجزاتها. شكرا جزيلا، نتشرف بهذه الحلقة وموضوعها ووجودكم سيد محمد، والشكر جزيلا لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم ضيفنا الكريم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من حصاد الأيام، وإلى اللقاء في حلقات وحصاد آخر.